البداية يا شباب أريدكم تعرفون شنو معنى أكشن بوتنشن. راح ناخذ الأكشن بوتنشن بالتفصيل حسب هاي الصورة. يا شباب احنا مو عندنا بالنسبة للصوديوم موجود داخل الخلية مثل ما نعرف، والبوتاسيوم الكي البوتاسيوم موجود أيضا داخل الخلية. بقى عندنا الكالسيوم السي اي موجود خارج الخلية. بالنسبة بالأكشن بوتنشن راح تنفتح بوابة الصوديوم، اللي هي الشحنة الموجبة. أوكي، بالبداية احنا مثل ما جاي تلاحظون هنا سالب 90 ملي فولت، سالب 90 ملي فولت. أوكي، ده يدخل الصوديوم يعني بس بصورة قليلة، راح يستمر يعني كل ما دخل صوديوم يعني يحفز دخول صوديوم آخر. من نوصل إلى مرحلة الصفر، نهاية الصفر احنا ممكن سالب 90 وصلنا إلى صفر، هذا يسحولها لثري شولد. ثري شولد شنو يعني الثري شولد ليفل؟ انتم اذا تتذكرون بالسادس ماخذين بالفيزياء ماخذين تيار العتبه وكذا، يعني من يوصل الى مرحله معينه راح يتحفز فتشي، تكون بدايه الفتشي راح يصير. اوكي، فهنا عندنا من راح يوصل للصفر اللي هو الثري شولد، اوكي، راح يحفز دخول ان اي اللي هو الصوديوم اخر، يعني تكثر الشحنه الموجبه داخل من داخل السال، اوكي، داخل الخليه، وصار دخول الصوديوم جدا سريع والشحنه موجبه اكثر. راح نوصل للرقم واحد اللي هو البلاتو، يصيحوا له البلاتو. البلاتو هو اعلى قمه، فهنا راح تنفتح بوابه الكي البوتاسيوم اللي هو موجود داخل الخليه. اوكي، فش راح يصير بالكي البوتاسيوم؟ راح يطلع خارج الخليه مثل ما جاي تلاحظون من رقم واحد بدا ينزل. اذا هاي معنى النزول، معنى الكي قام يطلع خارج الخليه. من وصل الى هاي النقطه اللي هي الخط المستقيم، راح تنفتح بوابه السي اي اللي هو الكالسيوم اللي هي موجوده خارج الخليه، فراح ينتج خروج الكي البوتاسيوم ودخول السي اي الكالسيوم. اذا راح يصير تبادل بين الكي يطلع والسي اي يدخل داخل الخليه. وطبعا هذا مثل ما جاي تلاحظون صار خط مستقيم ممتد، يعني يستمر الى نقطه معينه وراها راح تنغلق بوابه السي اي الكالسيوم فينزل المنحني، يعني فقط راح يصير خروج الكي البوتاسيوم، خروج الكي راح تنقص الشحنه الموجبه. اوكي، فينزل المنحني بشكل سريع ويرجع سالب، يعني هنا الكي ويل كونتينود اوت يطلع وراح يصير بلوكج للسي اي. اوكي، هاي كلها العمليه من دخول البوتاسيوم وخروج الكي ودخول السي اي وايضا رجوعه الى الصفر يسموها العمليه اكشن بوتنشن. اوكي، هاي النقطه رقم واحد اريدكم تعرفوها. النقطه الثانيه، من سالب 90 لحد ما وصل للصفر هاي شنو هي؟ شو يصيحولها؟ يصيحولها ديبولاريزيشن. ديبولاريزيشن، من واحد يسألك شنو معنى ديبولاريزيشن او رابيد ديبولاريزيشن، معناها دخول ال NA الصوديوم داخل الخلية. إذا شنو معنى الديبولاريزيشن؟ دخول الصوديوم إلى داخل الخلية. شنو معنى كلمة ريبولاريزيشن؟ ريبولاريزيشن معناها راح الكي راح يطلع خارج الخلية ولكن انغلاق بوابة السي اي، يعني يصير بلوكج للسي اي. اذا هسه من يصير ستوب او بلوكج للسي اي الكالسيوم، وبهاي الاثناء راح يطلع الكي البوتاسيوم، ايش راح يصير هنا؟ ايش يصير لها العملية؟ يصير لها ريبولاريزيشن. اذا ريبولاريزيشن تمثل خروج الكي من داخل الخلية، وكل هالعملية هاي ايش يصير لها؟ يصير لها الاكشن بوتنشن.